يوم مليء بالتعاون والمودة والنشاط والعمل الجاد، حيث تعاون كل من معهد دفش الابتدائي الأزهري ومعهد محمد رجب الابتدائي الأزهري في مبادرة أخ ثان والرابط إنساني، حيث قمنا بممارسة عدة أنشطة منها نشاط الزراعة، أنشطة فنية، مسرحية وإنشاد، نشاط الأقلام، ومناقشة الطلاب والطالبات في مفهوم التعاون. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكر. وهنا رجل يبني دارا يعمل فيها ليل نهارا، ويعاونه بعض رجال ولها يمنون الأسوار، جعلوا فيها بركة ماء زرعوها أزهارا عطرا. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكر. هذا المصنع صرح عالي تعمره ويدي العمال، تعمل مثل خلية نحل، تعمل في عزم الأبطال مثل الجسد الواحد، كانوا كل منهم يعرف دوره. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. بعدي في كل الدنيا أنا صوت الحق وعنوان الصدق، أنا نبض الحرية الوطن والقضية، أنا فلسطين الأبية عاصمتي القدس البهية، أرض الأنبياء ودار الشرفاء، أنا فلسطين الأبية. كتبت على جبين الأحرار الهزيمة ذل وعار، أنا فلسطين الأبية. رغم ظلم إخوتي رغم قهر الأعداء أنادي في كبرياء أنا حرة، حرة لأني أقاوم أقاوم لا أستسلم، أقاوم بعزتي وبكل عزمي وقوتي. أعلمت أن لا صلة بمن لا يزرعون لأجلي في الاتحاد ولو بذرة، لأجل ضلالهم وظلمهم. أنا فلسطين الحرة أنادي في كبرياء أنا حرة، حرة لأني أقاوم أقاوم لا أستسلم، أقاوم بعزتي بكل عزمي وقوتي، أنادي بكل عزمي وقوتي. أنا فلسطين الحرة أصون أرضي وبيتي وأؤمن أن الخلاص سيأتي، أنا فلسطين الأبية عاصمتي القدس البهية، أنا فلسطين الحرة ذهقت العيشة المرة. يا ولاد احنا دلوقتي خدنا مع مس هبة تربية كلمة اسمها ايه؟ قول معناها ايه باللغة العربية؟ زميلنا قلت يعني ايه التعاون؟ مساعدة ان احنا نساعد بعضنا البعض. احسنت ممتاز ما شاء الله، احنا نساعد بعض في اي حاجة من الناس. ممتاز ان احنا نساعد مع بعض في اي حاجة. احنا نساعد مع بعض، نساعد بعض. تمام الله ينور، نساعد بعض ما شاء الله. يا ابو لا قول يا اخي، محدش يخزن حد، محدش يخزن حد. الله الله الله، محدش يخزن حد، يبقى دايما في عون ايه؟ الآخر. طيب عايزين آية قرآنية كده تدل على التعاون. أنا أحكي ممتاز ممتاز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إيه كمان؟ ها طب حديث شريف مثلا، والله في عون العبد ما دام العبد. ممتازة ممتازة الله ينور عليك. كل دي مفاهيم جميلة جدا للتعاون اللي ربنا سبحانه وتعالى حسنا عليها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إيه إليه. طبعا أصلا تعرفوا إن ربنا خلق الكون ده وخلق الناس فيه عشان يبقى فيه تعاون. هل ينفع حد يعيش لوحده؟ إحنا كلنا عايشين في مجتمع إيه؟ واحد، بينا تكاتف مع بعض، بينا محبة بينا وبعض. يعني مثلا من ضمن تعليقات التعاون ان احنا النهارده شرفنا بزياره معهد محمد ايه؟ حاجه جايين عندنا عشان خاطر احنا نستفاد منهم الاول وهم يستفادوا ايه؟ مننا، ويتبادل الخبرات بينا وبين ايه؟ وبين بعض. سقفه كبيره اولا لمعهد محمد التشريف ليهم.
الشغل نور فيكم كلكم صراحة، يعني الطلاب الأزهر دول فوق دماغنا جميعا حرف القرآن الكريم. طيب من صور التعاون ده عايزين نبدأ إيه؟ نعمل صور تعاون في المدرسة. إيه؟ مين شاطر يقول لي إيه اللي ممكن الصور اللي ممكن نعملها في المدرسة؟ اتفضلي يا أستاذ. نشارك مع بعض أنشطة. ما هي ممتازة، نعمل مع بعض أنشطة دراسية. إيه؟ اتفضل. الله الله النظافة اللي احنا نشارك مع بعض نظافة الفصل. ايه اتفضل ممتازة، اللي احنا نتبادل خبرات بيني وبين زميلتي، نذاكر مع بعض، انا افيدها وهي ايه تستفاد مني وانا ايه استفاد منها. ايه كمان اتفضل عند المدرسين، اهم نقطة دي اللي احنا نساعد المدرسين. ممتازة يا بنتي، ايه ما شاء الله عليك. ايه الله الله الله، اللي احنا نتلو كتاب النفس مع بعض وايه نتدارس احكام القران الكريم وكده. ما شاء الله ما شاء الله، دي صور. نعم واحكام الشريعه، واحكام الشريعه الاسلاميه. احسنت يا ولدي ما شاء الله. يوسف نتشارك المعلومات، نتشارك المعلومات. ايه يلا يا رسام نساعد ماما في تنظيف البيت. مش شويه ده جميل جدا، ده بر الوالدين. اتفضلي. ان احنا نساعد والدينا في اي حاجه. احسنت ما شاء الله، اي حاجه يطلبها منهم بابا وماما لازم ايه كمان قبل ما يطلبهم صح كلنا نساعد. ساعدهم على ايه؟ مش بابا بيتعب بيشتغل صح؟ ماما بتتعب في البيت، كل ده عشان خاطر مين؟ عشان سقفة كبيرة لينا كلنا عشان نعمل كده. ان شاء الله عليك.